وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد تحية يا دكتور، الحديث عن تنمية سيناء لا ينتهي مع حرص الدولة على مواصلة الاستراتيجية لتنمية سيناء، يعني أخبرنا أكثر عن هذه الاستراتيجية المستمرة لتنمية سيناء. مساء الخير لحضراتكم ولكل المشاهدين. خلينا نقول ان الدوله والسيد الرئيس بيولي اهتمام كبير جدا بتنميه كل يعني زي ما بيسمى شبر في ارض مصر، ولكن سيناء ليها اهميه خاصه، تعتبر البعد الاستراتيجي الاساسي من الجانب الشرقي لمصر. طبعا اهملت كثيرا، ولكن الحمد لله على مدار السبع ثمان سنوات الماضيه لها من الاهميه القصوى، لدرجه ان تقريبا بيتم فيها مزيد من الانفاق اكثر من 650 مليار جنيه. الهدف من الاساسي من الدوله خلق تنميه عمرانيه كبيره جدا داخل سيناء. سيناء اكثر من 61 الف كيلو متر، وطبعا عدد السكان فيها لن يتجاوز يعني 1.5 مليون نسمه. فده من الاهداف الاستراتيجيه ان الدوله تحرص ان يكون فيها يعني مشروعات قوميه كبرى، مثال الانفاق اللي ربطت الدلتا بسيناء لتسهيل عبور يعني كل التنفيذات وكل العبور للناس لعبورهم لسيناء والعكس كمان. وكمان في مشروعات قوميه للاستصلاح الزراعي والامن الغذائي، الميه، الاسكان، المرافق، التعليم، الصحه. الدولة بتحاول توجد تنمية بيئية ومجتمعية سليمة لسيناء. سيناء فعلا ليها النهاردة من الأهمية من يعني التخطيط الاستراتيجي للدولة، ووضع ليها كثير من البنود داخل الموازنة العامة للدولة، ومنها كمان ان ازاي تحرص الدولة لوصول الزراعة لاكثر من 500-550 الف فدان. كل ده النهاردة بيدي أهمية قد إيه لأن مصر بتولي اهتمام بسيناء وبأهل سيناء، وطبعا كيفية التوطين للتسكين داخل سيناء خلال المرحلة القادمة. دي التصور من الدولة لتنمية وتعمير سيناء يا فندم. دكتور مصطفى، يمكن منذ سنوات قليلة كانت أقصى أحلامنا لسيناء هو الشعور بالأمن والأمان، لكن اليوم نشهد عدد من المشاريع يعني لا حصر لها الحقيقة. يعني بنتكلم زي ما حضرتك ذكرت على مستوى يعني العمران، التنمية العمرانية، بنتكلم على مستوى الزراعة، الاستثمار في شتى المجالات حتى في مجال السياحة، وكما تابعنا يمكن منذ قليل في هذا التقرير أنه تم إنشاء متحف وكمان إحياء مسار العائلة المقدسة. كل هذه المشاريع يعني كيف تم تحقيقها على أرض الواقع في سنوات قليلة؟ هو عبارة عن إعجاز وإنجاز في نفس الوقت. ليه؟ لأن تقريبا بقت سيناء مثلها مثل كل المحافظات وكل المدن بيولي ليها اهتمام في التنمية والعمران واستثمار كل ما هو ثروات خاصة بسيناء. دعيني أحدث حضرتك وكل مشاهدينا الكرام حجم المشروعات الاستثمارية في سيناء، سواء بقى من مشروعات لمصانع الرخام، سواء لمشروعات النهاردة للزراعة. كل ده بيحقق قيمة مضافة أولا للمواطن في سيناء، وأيضا كمان قيمة مضافة للوضع الاقتصادي. ثلاثة، ما ننساش يا جماعة قد إيه التضحية اللي دفعوها ولادنا وإخواتنا وأهلنا من دمائهم في سيناء. سيناء دي ملك كل مواطن مصري، سواء بان هو شاف التضحيه بعينه او من اسرته، سواء من الحروب من 73 وقبل ذلك، وايضا من بعد احداث 2011. وعشان كده الدوله بتولي ليها اهتمام ان سيناء دي يعني زي ما بيسمى قدرتها على الانتاجيه ليس اقل من اي محافظه اخرى. علشان كده لما بنشوف النهارده بنحاول الدوله بتحاول جاهده انه تحسن من قدرات الاستثمارات ليس في السياحه، يعني الناس كانت بتفتكر ان السياحه فقط، لا ده النهارده بقى فيها زراعه، بقى فيها النهارده ثقافه ورياضه، وبنشوف بعض من يعني المشروعات الكبرى في الرياضه والثقافه والامن الغذائي. ما ننساش كمان المواني، ما ننساش كمان ان الدوله النهارده بتحرص ان يكون فيها حجم تجاره ومناطق لوجستيه تكون قاطرة كمان لزيادة الاقتصاد والتوطين المجتمع خلال الفترة اللي جاية.
يعني كل ما بيكون في مشروعات قوميه واستثمارات، كل ده ما بيجذب الناس تخش وتشتغل في سيناء. وما ننساش كمان ده مش اهتمام مصر بس، لا ده اهتمام العالم ان يكون في مناطق امنه خاصه في سيناء لبعد عن بؤر الارهاب. ده في غايه الاهميه، وده الفكر الجديد اللي بتدعم بيه الدوله. محاربه الارهاب ليس بالسلاح فقط، صحيح. محاربه الارهاب لازم يكون بالاستثمار وزياده التوطين والتشغيل داخل كل منطقه في مصر العزيزه. جزيل الشكر لك، كنت معنا دكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار.